بام بام بام. هذه ثلاثة أشياء كانت تشكل أكثر من 70% من التغذية ديالي عندما كنت طالب. نعم، علبة الذرة الغنية بالمواد الحافظة، علبة التون الذي لم يكن من النوع الجيد وكان الثمن ديالو رخيص، والشوفان الذي كنت أستعمله بطريقة خاطئة وكنت دائما أخلطه بالحليب. لكن كنت في ذلك الوقت جد سعيد. لماذا؟ لأنني كنت أظن أنني فعلا أهتم بصحتي وتغذيتي، وهذه يعني مسألة أشهد بها. إذن إخواني الرياضيين، أخواتي الرياضيات، هذا الكتم راديو يحييكم ومرحبا بكم معنا. فيديو جديد اليوم وموضوع جديد. الموضوع اليوم لم يكون تحضير وجبة من شوفان ومن التون ومن الذرة، لكن موضوعنا الإخوان اليوم سيكون حول بعض الممارسات الخاطئة التي كنت أقوم بها عندما كنت طالب ومبتدئ أيضا في رياضة كمال الأجسام. ثلاث مشاكل كبرى يعني كانت تواجهنا ذلك الوقت كطلاب، هي يعني ضعف الإمكانيات المادية، وضعف يعني عدم توفر على الوقت الكافي لممارسة هذه الرياضة، وكذلك ضعف التحفيز. لكن سأقف هنا لأتكلم عن نفسي قليلا. إذن كنت مراد الآن، لكن أنا ذاك كنت طالب كمبتدئ، كان عمري أنا ذاك 19 عاما، سنة أولى يعني جامعة، وبالطبع شعبة العلوم يعني بيولوجيا جيولوجيا. وأنا ذاك كما قلنا السنة الأولى مليئة بالصعوبات كانت بالنسبة إلي. لماذا؟ لأن كانت السنة الأولى اللي التي ابتعدت فيها عن أسرة، ويعني وما بقيتش مع الأسرة ديالي، يعني وليت بوحدي، تحملت يعني المسؤولية ديال يعني مسائل الشخصية ديالي، من غسل الملابس، من طبخ، من يعني دبرت الشؤون ديالي لوحدي. إذن هذه كانت مليئة بالصعوبات، لأن لم تكن يعني مرحلة سهلة. إضافة إلى ذلك، كمبتدئ رياضة كمال الأجسام آنذاك يعني واجهتني مجموعة من المشاكل ومجموعة من الصعوبات، ومن بينها من طبيعة الحال الصعوبة الأولى التي واجهتني هي يعني ضعف المعارف. يعني لم يكن لدي معارف كثيرة متعلقة برياضة كمال الأجسام، لذلك يعني في كثير من الأحيان كنت أذهب إلى الجيم بدون برنامج، بدون أي شيء، أذهب فقط لأقلد التمارين التي يقوم بها الممارسين الآخرين. إذن هذا كان مشكل قائم، ومن طبيعة الحال لم تكن الوسائل المتوفرة الآن من اليوتيوب، من هذه لم تكن متوفرة بشكل كبير. إذن هذا مشكل كبير. المشكل الثاني هو مشكل الوقت الإخوان، المشكل ديال الوقت التي كان يعني دراسة لم تكن تسمح لنا بممارسة رياضة كمال الأجسام. علاش أنا أقول لكم؟ لأن كلية العلوم يعني متبوع بالعمل التطبيقية، متبوع بالطيدي يعني وعدي، ومتبوع بالامتحانات، ومتبوع بالدروس. يعني في كثير من الأحيان يعني أسبوع أجد نفسي لم أتدرب ولا حصة واحدة، وهذا كان مشكل كبير من فعلا كان يواجهنا. إذن المشكل الثالث واللي هو من طبيعة الحال المشكل المادي، يعني ضعف الإمكانيات المادية. كما تعرفوا كطالب جامعي كباقي الطلاب، يعني الموارد المادية معروفة هي المنحة الجامعية والإعانات الأسرية من طبيعة الحال. إذن هذا الشيء، هذه المنحة الجامعية، وهذه يعني ضروري دفع إيجار الكراء، يعني التنقل، التغذية، اللباس، وطبع الكتب إلى ما ذلك. إذن في كثير من الأحيان كنت أجد نفسي يعني لا أتوفر على ثمن يعني دفع الواجب الشهري للانخراط والتدريب في الجيم. كثير من الأحيان وكنت أغيب عن الجيم يعني شهرين أو ثلاث أشهر لأعود بعد ذلك. المسألة هذه مسألة مهمة، وربما ستواجهكم حتى أنتم كطلاب. وهذه
حاجه اخرى هي اننا يعني في ذلك الوقت في ذلك الوقت يعني لم اكن اعشق رياضه كمال الاجسام كما اعشقها الان، لكن كنت اهتم بها. الاهتمام جاء يعني بحكم ان كان هناك يعني نادي قرب الإقامة التي كنت أخطون بها، يعني هو اللي خلاني أعطاني ذاك الفضول لأعرف هذه الرياضة، وكنت دائما يعني أذهب لذلك الجيم، ومن هناك جاء الاهتمام. إذا سألتموني هل أنا نادم عن عدم استغلال تلك الفترة في ممارسة رياضة كمال الأجسام، سأقول لكم لا لست نادم. لماذا؟ لأنني ولله الحمد استدركت كل شيء فيما بعد، لأن فيما بعد الحمد لله بعد ثلاث سنوات في الجامعة يعني اجتزت مباراة ديال الدخول لمركز التكوين ديال الأساتذة التربية البدنية، والحمد لله نجحت في المباراة وتم قبولي، ومن بعد يعني كان وقتي كله في الرياضة كمال الأجسام ولا غيرها، مهم مارست جميع الرياضات ولله الحمد. لكن أقول لكم شيئا، هو أن يعني تلك الثلاث سنوات أنا نادم على شيء واحد، عن شيء واحد، واللي هو يعني عن عدم حسن استغلال تلك الفترة في ممارسة رياضة كمال بشكل أحسن. ويعني كان بودي أن أتجنب بعض الأشياء يعني وهذه، ولكن كانوا هناك بعض هذه، سأقول لكم يعني سأشارككم بعض المسائل التي كان بودي تجنبها. المسألة الأولى الإخوان، واللي هي يعني كان بودي تجنب الليالي البيضاء أو يعني النوم المتأخر، كان يؤثر كثيرا في التدريب وفي كل شيء. يعني يجب عليكم أن تتجنبوا السهر ولا النوم المتأخر، لأنهم اثنان لا ينسجمان، رياضة كمال الأجسام والسهر أو النوم المتأخر اثنان لا ينسجمان. هناك شيئان، إما أن يعني إذا نمت متأخر ستستيقظ يعني متأخر، وبالتالي ستكون قد تخليت عن وجبة أو وجبتين، وهذا لن يساعدك يعني في تكوين كتلة العضلية وما إلى ذلك. وإما الشيء الثاني هو أن تستيقظ باكرا وتقضي يومك يعني بدون طاقة بدون رغبة فعل أي شيء، يعني في غالب الأحيان لن تذهب للتدريب. إذن هذه مسألة مهمة، يعني تجنب الليلة البيضاء أو السهر أو النوم متأخر. المسألة الثانية واللي هي مهمة، يجب أن تحدد ماذا تريد. إذا كنت تريد أن تكون مثلا لاعب ألعاب فيديو محترف، فيجب أن تستثمر وقتك ونقودك في شراء كل مرة لعبة فيديو، واستثمار الوقت أيضا يعني في قضاء وقتك كاملا في اللعب. إذا كنت أيضا تريد أن تكون مثلا من بين الناس الذين يذهبون كل ليلة لألعب لمقاهي الشيشة، فعليك يعني أن تستثمر وقتك ونقودك. وإذا كنت تريد أيضا أن تكون رياضيا ناجحا، فيجب فعلا أن تستثمر وقتك في رياضة كمال الأجسام، ويجب أن تستثمر أيضا وقتك. إذن مسألة مهمة جدا هو يعني أن تحدد ماذا تريد. هذا لا يعني أنك ستكون عندما تكون ممارس رياضة كمال الأجسام لن تفعل أشياء أخرى، لكن أقول يعني أن تستثمر أكثر من وقتك في هذه اللعبة لتصل المستوى وتصل الهدف اللي أنت حددته من قبل. المسألة الثالثة واللي هي شيء مهم أيضا، هو يعني أن تختار رفيقك في التدريب، سيعطيك تلك الطاقة وسيحفزك وسيكون منافسا لك. إذا مسألة مهمة، هي رياضة كمال الأجسام لعبة فردية، رياضة فردية لكن تحتاج لرفيق بجنبك في التدريب ليعطيك طاقة أكثر ويعطيك يعني حماس أكثر وتحفيز أكثر لممارسة هذه الرياضة بشكل أحسن. إذن هذه مسألة مهمة حتى هي الإخوان، لا تغفلوها.
وإذا كنتم أنتم طلبة أيضا وعشتم نفس المشاكل ونفس الصعوبات أو لازلتم تعيشون نفس الصعوبات فشاركونا بعض المستملحات التي عشتموها وهكا سنتفاعل فيما بيننا. إذا تهلاو لنا في راسكم. هذا كان الكوتش مراد معكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم الإخوان دي هكا باش العم استفادة إن شاء الله. وإلى الملتقى إن شاء الله، فيديو جديد وموضوع جديد. أعانكم الله.